نعود إلى لغتنا الأساسية لغة الضاد اللغة العربية بطبيعة الحال، لأن المهرجان هو مهرجان دولي، واحتراما لضيوفنا الكرام كان لازما علينا أن نتحدث مع لغة مولير ولو بإطناب. على أي حال سيكون مسك الختام الدكتور مصطفى نادر القنا، رئيس الرابطة الثقافية وأستاذ المعهد العالي لعلوم الدراما والسينما بدولة الكويت، وبالمناسبة هو في فلسطيني وتربطنا معه شراكة قوية، فليتفضل. رغم حالته الصحية أبى إلى أن يكون محبا لمدينة مكناس ومحبا للمغرب وللمغاربة، ويحيي دائما الشباب من خلال تدويناته ومن خلال كتبه ومن خلال كذلك محاضراته القيمة سواء في فلسطين أو الكويت أو عبر ربوعه العالم. فليتفضل الدكتور مصطفى نادر القنّة.